جزاكم الله خير شيخ صالح. الفتور الذي يعني يعتري صاحب طالب العلم في طلبه للعلم والتزود من العلم الشرعي، ما علاجه الشيخ؟ ولذلك قلنا لا بد من الصبر. طيب يا شيخ، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فلا بد من الصبر على مشقة طلب العلم، ولا بد من التحمل، ولا بد من طول الوقت. والعلم لا ساحل له، لكن تأخذ من كل قول أحسنه، من كل قول أحسنه. إنما العلم كبحر زاخر فخذ من كل قول أحسنه. فالصبر لا بد من الصبر، لا بد من النية الصالحة. إذا كان عند الإنسان نية صالحة دفعته إلى طلب العلم. ما شاء الله. وإذا ذاق طعم العلم فإنه يتلذذ به وينسى التعب. يا سلام. إذا ذاق حلاوته وطعمه. نعم.